بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 39. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك. فضيلة الشيخ، هذه السائلة مرام تقول: عند أختي قطع من الفضة والألماس منذ أكثر من 10 سنوات. هذه المعادن وهذه الألماس فضيلة الشيخ، هل عليها زكاة وما القول الراجح فيها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بالعالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا كانت هذه المقتنيات لأجل اللبس تحلي بها فليس فيها زكاة عند جمهور أهل العلم، أنها من جملة المستعملات والملابس. وأما إن كانت هذه المقتنيات للتجارة للبيع والشراء ففيها زكاة عروض التجارة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إذا تركت جمعتين متتاليتين مع الجماعة في الجامع فما الحكم في ذلك؟ إن كنت متعمدا قد أخطأت ولو جمعة واحدة، ما يجوز لك تترك صلاة الجمعة وأنت تقدر على الحضور. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فلا يجوز التكاسل عن صلاة الجمعة، وكذلك التكاسل عن صلوات الفروض غير الجمعة، صلاة الجماعة لا يجوز التكاسل. وأما إذا كان لك عذر فالعذر الشرعي يعذر صاحبه، عليك أن تتقي الله عز وجل ولا تترك الجمعة وأنت حاضر قريب من المسجد تسمع الأذان، لا يسعك أن تتخلف. قال صلى الله عليه وسلم: من ترك 3 جمع تهاونا طبع الله على قلبه ولا يكونن من الغافلين. نسأل الله العافية. نعم. هذا السائل يقول: يوجد في بلدنا في بعض المساجد وداخل السور إذا انعدم الماء هناك حجارة يتيممون عليها، علما بأن هذه الحجارة ليس فيها غبار، وما شروط التيمم؟ في البلد ما يتيممون لأن البلد فيه مياه. إذا كان ما في هذا المسجد ما هناك مساجد فيها مياه، فيها خزانات، تذهب إلى مسجد آخر فيه ما تتوضأ وتصلي. كذلك القائمون على المسجد لا يجوز لهم أن يسكتوا، أن يجلبوا الماء للمسجد بأي وسيلة ممكن، لأن إذا كان الماء موجودا يمكن طلبه وهو قريب يمكن طلبه، لا بد من البحث عنه وتوفيره. قال العلماء: يجب عليه طلب الماء، يجب عليه طلب الماء في رحله وقربه وبدلاله، لا بد عنه لا يتساءل. أما مسألة تيمم على شيء ليس عليه غبار كالحجر والجدار وغير ذلك، هذا لا يجزي، لا يجزي إلا ما عليه غبار يعلق باليد. نعم. أحسن الله إليكم. من أسئلة السائل يقول: ما حكم الاغتسال يوم الجمعة وما صفته، وهل لابد من الاغتسال وتحمم ليوم الجمعة؟ الاغتسال ليوم الجمعة سنة مؤكدة. بعض العلماء يرى الوجوب لقوله صلى الله عليه وسلم: من أتى الجمعة فليغتسل. قال صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل مسلم، ولكن هذا للاستحباب بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذا يدل على أن الحديث الأول المراد به الاستحباب للوجوب، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. وصفته أن يعمم بدنه بالماء، يغسل بدنه كله بالماء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يا شيخ، في بعض الأحيان عندما ما
أكون أتوضأ أنسى عضو من أعضاء الوضوء كالمضمضة أو الذراع أو الوجه وأتذكر بعدما أنتهي، هل يكفي أن أغسل العضو مرة ثانية؟ إذا كانت الأعضاء لم تنشف فإنك تغسل العضو الذي نسيته وما بعده، تغسل العضو الذي نسيته وما بعده، لأن الترتيب وأعضاء في أعضاء الوضوء التي نص الله عليها قوله فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فلا بد من الترتيب لأن الله رتبها هكذا. توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرتبا وهو القدوة عليه الصلاة والسلام، قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه كتب الله له بيتا في الجنة أو نحو من هذا، قوله نحو وضوء هذا قد رتب وضوءه صلى الله عليه وسلم كما ذكر الله في الآية، وقال عليه الصلاة والسلام ابدأوا بما بدأ الله به، لا بد من الترتيب، فتغسل هذا العضو الذي نسيته وما بعده لا بد من هذا. نعم. هذه السائلة أم عبد الله تقول بأن أختي في رمضان أصيبت بوعكة صحية ألزمها الفراش، والآن هي على فراش المرض في غيبوبة ولم تصم رمضان، أولادها يسألون هل نصوم عنها مع أنها الآن لا تدرك شيئا في غيبوبة تامة. انتظرون إن عافاها الله وشفيت وقدرت على القضاء فإنها تقضي متى ما استطاعت القضاء، وإن توفاها الله في هذا المرض ولم تشف منه فليس عليها شيء، ليس عليها شيء لأنها لم تتمكن من الصيام. نعم. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ أريد أن أدفع مبلغ من المال لشخص يستطيع أن ينقلني من مكان في وظيفتي إلى آخر وهي أتعاب، هل يجوز لي أن أعطيه مقابل أتعابه؟ هذه رشوة وحيلة، يتحيلون بعض الموظفين يعمدون واحد ويقولون توسط لفلان وخذ منه فلوس ونقتسمها بيننا ويسمونها تعاب اللي يراجع، إذا كان هذا عن اتفاق إنه رشوة ولا يجوز، أما إذا كان من غير اتفاق ويبي يراجع لك ويتعب فلا بأس أن يأخذ مقابل أتعابه عن مراجعة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ بالنسبة للخالة والعمة هل تقوم مقام الأم الصحيحة؟ لا تقوم مقام الأم في الإكرام والاحترام توقير، وأما أنها تقوم مقام الأم في حكم الأم لا، ما تقوم مقامها في حكمها، لا تكون أما وإنما هي خالة، والخالة بمنزلة الأم يعني في البر والاحترام والإكرام. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول متى تكتب الوصية وهل لابد من الإشهاد وهل يكفي بحضور الأب والأبناء أن يكتب الأب الوصية في حضورهم؟ الآن الوصية ما تعتبر إلا إذا كانت صادرة من المحكمة عند كاتب العدل، عليه أن يذهب إلى كتابة العدل ويكتب وصيته عندهم وهم يرشدونه إلى الطرق المتبعة لكتابة الوصية. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل يجوز أن نأكل أنا وأولادي من ذبيحة رجل دعانا وهو يدعو الأولياء والصالحين ويتقرب عندهم؟ إذا تحقق ذلك وتيقنتم أنه يدعو الأولياء والصالحين هذا مشرك، المشرك لا تحل ذبيحته فلا تأكلوا منه، أما مجرد الظن الأصل السلامة والحمد لله. نعم. تبنون على الظاهر. نعم. أحسن الله إليكم. تقول السائلة سمعت بأنه لا يجوز صيام القضاء في النصف الثاني من شهر شعبان، هل هذا وارد؟ هذا غلط، لا يجوز صوم التطوع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، هذا الذي ورد، أما القضاء فما لم يدخل رمضان الجديد فإنه يقضي ما عليه من الشهر رمضان الماضي. نعم. ما معنى يقول الآية من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ معناها واضح، الله جل وعلا يحث على القرض الحسن الذي تقضي به حاجة أخيك، وحسن يعني لا تأخذ عليه منفعة في مقابل القرض، لما ورد كل قرض جر نفعا فهو ربا، أجمع على ذلك أهل العلم، القرض الحسن هو الذي لا ربا فيه، هذا هو القرض الحسن، ليس قرضا استثماريا كما تعمل
البنوك. نعم أحسن الله إليكم. تقول السائلة بأن أخي سافر لمدة 3 شهور للتجارة في إحدى البلدان، ويقول بأنه في خلال هذه 3 شهور من جهة الصلاة يقصر ويجمع جميع الصلوات حتى رجع إلى بلدنا. إذا كان نوى إقامة تزيد على 4 أيام في البلد الذي سافر إليه فلا يجوز له أن يقصر ويجمع، لأنه أصبح مقيما وانقطعت أحكام السفر في حقه. ولماذا لم يسأل أهل العلم قبل أن يقع في هذا العمل؟ هذا من التفريط والإهمال. نعم. هذا يسأل يا شيخ عن معنى حديث فيما معناه كذب عبدي حينما قال يحبني فإذا جن الليل نام عني. هذا يذكره الوعاظ ولكن أنا لا أعرف سنده، الله أعلم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل في بيتي مكتبة وأنشئت للتو، يقول حديثة، وهناك بعض الكتب، فما هي الكتب التي تنصحونني بها في قراءتها وخصوصا في مجال الفقه؟ أولا عليك بكتب العقيدة الصحيحة، كتب التوحيد، ثم كتب تفسير، كتب الحديث وشروح الحديث، وأما كتب الفقه فهي كثيرة، تبدأ بالمختصرات، متن الزاد، متن الدليل، عمدة الأحكام. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل فضيلة الشيخ يقول هناك في بعض الشوارع عبارة عن يعني النخلة، يقول أكرموا عمتكم النخلة، هل هذا لا أصل له، هذا على لسان العوام وهو ليس له أصل. نعم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ هذا السائل يقول بعض الألبسة الضيقة تلبسها بعض النساء وخصوصا في مجال الأفراح والمناسبات، تقول إذا في الصلوات هل يجوز الصلاة في مثل هذه الألبسة الضيقة؟ لا يجوز للمرأة لبس الضيق، لأنه يفتن من ينظر إليها ويبدي أحجام أعضائها، فهو فتنة. يجب عليها أن تلبس الفضفاض الواسع حتى يسترها، وإلا فإنها تكون من الكاسيات العاريات التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: نساء كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. وهذا وعيد شديد على المرأة، أن تحتشم، أن تحتجب، أن تلبس اللباس الضافي عند خروجها، لا تتعطر ولا تتطيب لئلا تفتن الناس، يفتتنون بها وهي تفتتن بهم. عليها أن تتقي الله عز وجل، تحافظ على حشمتها وحجابها وسترها، لأنها مسلمة. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، العلانهن عليهن جلابيب، وهي الجلباب هو الغطاء الواسع مثل العباءة، مثل هو الجلال الكبير، الجلباب هو الجلال الكبير، يسمى الملاءة أيضا، تكون فوق الثياب تستر. على المرأة أن تتقي الله وأن تلتزم بالحجاب الساتر والحشمة من حين خروجها إلى أن ترجع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول الشيخ هذا: كيف يصلي المريض، وهل إذا صلى وهو على فراشه أو جالس هل له أجر الوقوف؟ قال صلى الله عليه وسلم: صلي المريض قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع فمستلقيا ورجلاه إلى القبلة حسب الاستطاعة. هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على المرضى. الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: الشخص الذي يا فضيلة الشيخ مصاب بالغازات وهي مستمرة معه، كيف يتعامل مع الصلاة؟ توضع عندما يريد الصلاة ويصلي في الحال، ولو خرج منه شيء فصلاته صحيحة، لأنه لا يستطيع أكثر من ذلك، وهذا هو الحدث الدائم كحدث سلس البول وما أشبهه. نعم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ: هل لا بد من الكتابة إذا كان بين زميلين وكلهم ثقات، وخصوصا في البيع والشراء، لأن الثقة بينهما الحقيقة كبيرة، هل لا بد أن نكتب إذا تبايعنا؟ التبايع الحاضر لا يشهد عليه، قال جل وعلا:
يا أيها الذين آمنوا وأشهدوا إذا تبايعتم، هذا في البيع المؤجل، وأشهدوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى قوله وأشهدوا إذا تبايعتم. وأما إذا كانت التبادل قريبا، كل يأخذ نصيبه من الثمن أو من السلعة، الله جل وعلا قال إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم ليس عليكم جناح ألا تكتبوها. نعم. هذه السائلة تقول فضيلة الشيخ بأن زوجها شحيح جدا جدا عليها وعلى أولادها، وقد طلبت منه أن يخصص لها مبلغ في آخر الشهر، فما حكم الأخذ من دون علمه، وما حكم طلب المرأة من زوجها مبلغ معين في آخر الشهر؟ كان كما ذكرت قصر عليه في النفقة هي وأولادها وله مال، فإنها تأخذ منه ما يكفيها وأولادها، لأن هند بنت عتبة رضي الله عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، قال صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. نعم. أحسن الله إليكم. لها سؤال آخر تقول ما المقصود بالمقام المحمود وما الدعاء بعد الانتهاء من الأذان؟ المقام المحمود منزلة بالجنة عدها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، قال جل وعلا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، فهو قصر في الجنة لا ينبغي أن يكون إلا لنبي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعد الأذان بعد ما يفرغ المؤذن أن يقول اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. قال صلى الله عليه وسلم من دعا بهذا الدعاء حلت له شفاعتي يوم القيامة. نعم. أحسن الله إليكم. أبو عبد الله يقول في حال الغضب نقوم بسب الشيطان ولعنه. الشيطان ملعون بدون لعنه، وإذا لعنته يفرح لأنه يرى أنه أغضبك، فهو يفرح، ولكن استعذ بالله من الشيطان عند الغضب، استعذ بالله من الشيطان، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. نعم. هذه مقيمة مصرية تقول بأن ابنة أختي أصيبت بمرض ألزمها الفراش، وقالوا لها بأن ذلك فيها مس وعين، فترددت على أحد السحرة لطلب العلاج وقد تابت إلى الله، ماذا يلزمها الآن؟ أخطأت في هذا خطأ كبير، قال صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول قد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. سئل عن السحرة فقال صلى الله عليه وسلم لا تأتهم، لا يجوز الذهاب إلى السحرة والمشعوذين، والمرض يعالج بأدوية مباحة. قال صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه جهله من جهل، فعليها أن تتقي الله وأن تتوب مما حصل منه، تتوب توبة صحيحة تندم لا تعود لهذا الشيء، تقطع زيارة الساحر ولا تستمر فيها، لعل الله أن يتوب عليها. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الأمة الإسلامية. وانتهى هذا اللقاء الذي سجل مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، وسجل هذا اللقاء زميلي عبد الله السلولي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.